يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده والسادسه. تحياتي طبعا لحضراتكم في البدايه. صحيح انها بطوله جايه متاخره عن ميعادها بموسم كامل، لكنها تظل في النهايه بطوله مهمه جدا لاكثر من سبب. اولا انك تحافظ على رقمك القياسي، والكلام طبعا على السوبر المصري اللي هيجمع بين الاهلي وطلائع الجيش بعد 9 أيام بالتمام والكمال ان شاء الله. لكن الاهم من كده كمان اسباب كتيره جدا، بدايه ان انا بشوف انه عوده النشاط مره ثانيه وبدايه الانطلاق تكون بمباراه سوبر، مباراه بطوله، هتبقى اجواء مهمه جدا 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 لصفقات الاهلي الجديده، وحتى لعيبه الاهلي اللي كانت معاره بره زي عبد القادر وعمار، ان هم يعيشوا اجواء البطوله من البدايات، ان تكون انطلاقه الموسم بالنسبه لك هو حقيقي بدايه موسم جديد. انا مش بعتبرها الحقيقه استكمال لموسم منتهي، لكن انا بشوف ان الظروف وملابسات الموسم الاخير وفتره التوقف اللي يعني نسبيا تعتبر مقبوله او معقوله تخلينا نقول على مباراه السوبر المقبله هي بدايه موسم جديد، وخصوصا انك بعدها هتستكمل بطوله كاس مصر. احنا كل عندنا حاجه ملخبطه شويه، تركز معانا بس انت كده واحنا هنبقى كويسين جدا. بس هو حقيقي بدايه مشوار جديد، وبالتالي الصفقات الجديده تخش في اجواء البطولات وتخش وتحس يعني ايه روح الفانيلا الحمراء ويعني ايه اهميه تحقيق البطولات، وبالتالي ان شاء الله مكسبنا بالبطوله دي هيبقى بشره خير وانطلاقه قويه. من جديد عادت النجوم لملعب التتش عشان يخوضوا مرانهم بعد فتره توقف مش طويله قوي، لكنها الحقيقه في منتهى الاهميه بالنسبه للاعيبه الاهلي اللي عانوا من موسمين في منتهى الارهاق. لاول مره بنشوف لعيبه الاهلي وصفقات النادي الاهلي في ملعب التتش، بنشوف خوسيه لويس ميكسوني، بنشوف عبد القادر، بنشوف عمار، وكل الحقيقه نجوم الاهلي بيرجعوا مره ثانيه، وهنتابع مع حضراتكم تفاصيل التمرينه النهارده وعوده الاستعدادات لمواجهه السوبر. خلينا نبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده باهم الاخبار والعناوين. والعنوان الاول: الاهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه الطلائع بالسوبر. الاهلي يواجه بتروجيت وديا غدا بالتتش بعد اعتذار الاتصالات. الاهلي يحتفل بالنجمه العاشرة مساء الثلاثاء في التتش. كيروش يطلب انطلاق معسكر منتخب مصر 30 سبتمبر استعدادا لمباراتي ليبيا. ايان راش: صلاح لن يجد دعما جماهيريا مثل ما يحصل عليه في ليفربول. ومايار شريف تحقق انجازا تاريخيا وتحسم بطوله المانيا الدوليه للتنس. طيب نبدا مع حضراتكم حلقه النهارده وندخل في التفاصيل وبدايات الحلقه. خلينا الاول نروح لملعب تيتش نتعرف على عوده الفريق مره ثانيه للمران واخبار تمرينه النادي الاهلي ايه. زميلنا محمد توفيق موجود هناك عشان ينقل لحضراتكم تفاصيل اول مران بعد توقف لراحه اللاعبين المجهدين الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله انه يكون فتره الراحه دي اتت بثمارها. محمد طبعا بشكرك على وجودك معانا، وخلينا نبدا من اهم العناوين: عوده الفريق النهارده للتمرين ومشاركه صفقات الاهلي الجديده سواء المحترفين الجدد او اللاعبين المعارين اللي رجعوا لبيتهم مره ثانيه. محمد صوتي كده واضح وصل لك؟ طيب بسألك على عودة اللعيبة مرة تانية للمران ومشاركة اللاعبين الأهلي الجدد سواء الصفقات الجديدة اللي أبرمها النادي الأهلي أو حتى عودة المعارين لبيتهم مرة تانية زي أحمد عبد القادر وعمار حمدي. كلمني كده على أهم العناوين، أهم الحاجات اللي كانت واضحة قوي ولفتت انتباهك في تدريب الأهلي النهاردة. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك في البدايه ولكل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما ذكرت استأنف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم بعد الاجازه اللي منحها الجهاز الفني للاعبين امس. المران اليوم شهد مشاركه وعوده اللاعبين الدوليين بكامل عددهم لمران الفريق الاول للنادي الاهلي. كان سبق المران في الرابعه في الخامسه الا الربع محاضره فنيه للجهاز الفني اتكلم فيها مع اللاعبين عن المرحله المقبله ان شاء الله والاستعدادات والمتطلبات المطلوبه من الفريق والنتائج المطلوب تحقيقها في الفتره المقبله. الفريق اللي ابتدى مرانه في تمام الخامسه يمكن كل اللاعبين كانوا موجودين سواء الدوليين او اللاعبين العائدين من الاعراض كله شارك بشكل تام، حتى اكرم توفيق يمكن ظهر في المران النهارده
ولكن كان مرتدي قناع الوجه اللي الجهاز الطبي بالنادي الاهلي حضره له. بيرسي تاو بس كان الغائب الوحيد وهو وجونيور اجاي. طبعا كان جونيور اجاي اشتكى من اجهاد في العضله الخلفيه، وبيرسي تاو طبعا ليه تعرضه لمزق في العضله الضامه. يمكن ابرز الحاجات اللي كانت في المران النهارده زي ما قلت لك مشاركه جميع اللاعبين. يمكن المران استمر لمده ساعه ولسه مستمره حتى الان، ولكن حالا دلوقتي وانا بكلمك في تقسيمه على ملعب مختار التتش مشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين الدوليين. يمكن فضل الجهاز الفني راحتهم من التقسيمه نظرا طبعا للاجهاد اللي تعرضوا له في رحله المنتخب والسفر الى انجولا مؤخرا. يمكن كمان كابتن محمود الخطيب حرص على متابعه المران وموجود في ملعب التمرين بيشاهد المران، ويمكن جمعوا ويمكن زي ما بيقول اجتماع مطول جدا مع كابتن صالح حفيظ بيتكلموا اكيد على الفتره الجايه. يمكن عاوز اقول لك كمان ان في برنامج كامل للفتره الجايه ان شاء الله بدايه من الغد، ومواجهه بتروجيت وديا في الخامسه هنا على استاد مختار التتش، وبعديها ان شاء الله يبقى في يومين تمرين الفريق. يوم الخميس ان شاء الله يكون في مباراه وديه اخرى امام المقاولون، وبعد كده الفريق هيسافر محافظه الاسكندريه للدخول في معسكر في منطقه برج العرب. المعسكر هيكون طبعا استعدادا لمباراه طلائع الجيش يوم 21 في مباراه كاس السوبر المصري، وبعدها الفريق هيكمل ان شاء الله في معسكره استعدادا لمباراه انبي ان شاء الله يوم 25 سبتمبر الجاري في مباراه دور ال 16 من بطوله كاس مصر. يمكن دي كانت كل التفاصيل وكل الاجواء هنا داخل استاد ملعب التتش. الكلمه ليك اتفضل. محمد خليني اسالك على تفاصيل اصابه بيرسي تاو اللي تعرض ليها وتم الاعلان انها شد في العضله الضامه، هل في اي جديد فيما يخص جاهزيته او عودته؟ هل منتظر انه ممكن يكون موجود او جاهز للمشاركه مع الاهلي في مباراه السوبر يوم 21 مع الطلائع، ولا ده ممكن يكون سيناريو مستبعد؟ للاسف النهارده بحديثي مع الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي في استحاله دوت، لان بيرسي تاو امامه من 3 ل 4 اسابيع عشان يقدر يخش تاني في التدريبات مع الفريق ويبدا مرحله التاهيل الاولى. يمكن اتكلمت مع الدكتور فقال لي ان اللاعب معرض لاصابه بمزق في العضله الضامه منذ 3 سبتمبر الجاري، ده كان اثناء معسكر فريق منتخب جنوب افريقيا استعدادا لكاس العالم. كان لاعب اخذ مسكنات وشارك في المباراتين بتوع منتخب جنوب افريقيا، شارك في المباراه الاولى بشكل كامل والمباراه الثانيه شارك في جزء من المباراه. فالدكتور احمد ابو عبله قال لي واحنا بنعمل له زي ما بنقول الكشف الطبي لما وصل للنادي الاهلي اكتشفنا ان اللاعب مصاب بمزق في العضله الاماميه. يمكن كمان اللي كان مر 10 ايام على الاصابه، فان شاء الله متبقي امام اللاعب من 3 ل 4 اسابيع عشان يقدر يخش مرحله التاهيل. دكتور احمد ابو عبله قال لي ان احنا حقناه بلازما بحيث ان الاصابه او المزق يتم التئامه بشكل اسرع، وان شاء الله من 3 ل 4 اسابيع اللاعب هيبدا ان شاء الله يخش في التدريبات ويعمل برنامجه التاهيلي اللي هيتم وضعه من خلال الجهاز الطبي والاداري بالنادي الاهلي. طيب سؤال تاني متعلق بمباراه بكره، او خليني اسالك الاول عن الظهور الاول لصفقات الاهلي الجديده في ملعب التتش النهارده، ازاي كان استقبالهم؟ ازاي شفت مشاركتهم؟ ازاي شفت كمان مدى جاهزيتهم ان هم يخشوا في سكواد الاهلي او في تشكيله الاهلي الاساسيه بشكل سريع؟ يعني عايز اقول لك يعني حاله اكثر من رائعه داخل ملعب مختار التتش. يمكن اللاعبين الدوليين كمان يعني خلينا نكلمك عنهم الاول، يمكن فرحه عارمه من اللاعبين الدوليين حاله اشتياق. يمكن قفشه اول حاجه اول ما شافنا في تراك الملعب النهارده قال وحشتوني والملعب وحشني. يمكن اللاعبين الدوليين كلهم عايدين بشكل اكثر من رائع. كمان الصفقات الجديده كلها موجوده، حسام حسن كمان كريم فؤاد كمان ميكسوني موجود النهارده في التدريب، وعايز اقول لك ان حاله من الدخول في وسط الفريق بشكل رائع جدا، بيتعامل مع اللاعبين اكنه مش لاعب جديد لسه اول تمرين ليه مع الفريق، لا لعيب موجود ومن فتره. زي ما انت عارف عاده النادي الاهلي دايما اي عنصر جديد بيخش داخل المنظومه لا بسرعه بينصهر داخل زملائه، هذه منظومه النادي الاهلي وده سبب من اسباب نجاح النادي الاهلي على مر تاريخه. كمان عايز اقول لك اللاعبين اللي قاعدين من العاره كلهم مشاركوا النهارده في المران، واعتقد ان في جزء كبير منهم بكره هيكون مشارك في المباراه الوديه ان شاء الله امام بتروجيت. كل اللاعبين محمد عبد المنعم حتى العائد من الاعاره من صفوف سموحه العربي بدر كلهم موجودين، عمار كل اللعيبه موجودين وادوا بشكل اكثر من رائع، واعتقد ان هم ان شاء الله بشكل سريع جدا هيخشوا في اجواء الفريق، وده اللي هنشوفه ان شاء الله خلال الفتره المقبله وخلال المباريات المقبله. سالني كمان على مباراه الغد، ان شاء الله مباراه الغد هي التجربه الاولى استعدادا لبدايه الموسم، هتبقى امام بتروجيت. المباراه هتنطلق في تمام الخامسه مساء هنا على ملعب التتش في مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، والمباراه الثانيه ان شاء الله هتكون يوم الخميس امام المقاولون، ومن بعدها الفريق ان شاء الله هيسافر للاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا زي ما قلت لك لمباراه الجيش، ومن بعدها كمان مباراه انبي اللي هتكون يوم 25 سبتمبر ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي بالجزيره. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده الحاله، واعتقد انه اللعيبه يمكن خدوا فتره راحه مناسبه جدا بعد موسمين في منتهى الصعوبه، وتبدا ان شاء الله مرحله جديده مرحله تتويج بكتير من البطولات اللي قدامنا، اولهم واقربهم هي بطوله سوبر مصري، ومن بعدها ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا بقى مشوار
سوبر افريقي مع الرجاء المغربي، هيكون عندنا طبعا مشوار جديد في دوري الابطال، وان شاء الله السكواد ده بالامكانيات دي قادر انه يحقق الانجاز التاريخي ويحقق ثلاث القاب متتاليه ويحقق كمان النجم ال11 وبمناسبه النجوم العشره اللي بيزينوا تيشرت النادي الاهلي. ان شاء الله يوم الثلاث في احتفال كبير جدا بينظمه النادي عشان يحتفل بنجوم الفريق ويكرم نجوم الفريق اللي عملوا انجاز تاريخي الحقيقه، حققوا بطوله افريقيا في او بطولتين افريقيا في اقل من 8 شهور على حساب كبار انديه القاره، وده شيء مش جديد ولا غريب على النادي الاهلي، ولكنه بالتاكيد انجاز يحسب للجيل ده من النجوم، حقق الحقيقه كم كبير جدا من البطولات في فترات صعبه جدا وفي ظل ظروف عصيبه جدا وفي ظل غياب جماهير كانت دايما هي الداعم والمساند الاول للاعيبه النادي الاهلي والفريقه في الملعب، ورغم كل الظروف دي قدروا ان هم يجيبوا لنا برونزيه عالم ويكرروا انجاز تاريخي حققه النادي الاهلي، ويجيبوا لنا النجمه التاسعه، النجمه الغاليه طبعا اللي مش ممكن ابدا الاهلاويه ينسوها واللي ليها مكانه خاصه جدا وسط النجوم العشره كلهم، ويكرروا ده مره ثانيه على حساب كايزر تشيفز ويحققوا النجمه العشره، وباذن الله باذن الله ثقتنا فيهم كبيره جدا ان هم يقدروا يحققوا ال 11. طيب هنتكلم مع حضراتكم بما انه الدوريات باديه سخنه قوي، يعني المواسم الاخيره الاخير والقبل الاخير تحس ان الدنيا في اوروبا تقريبا شبه ميته، رغم وجود نجوم طبعا من العيار الثقيل وفي منافسات قويه جدا في الدوري زي الدوري الانجليزي ومنافسات قويه جدا في دوري زي الدوري الاسباني حتى بعد رحيل النجوم، وفي الدوري الايطالي كان في منافسه حاميه زي ما بيقولوا، ولكن غياب الجماهير كان محسسك انه المباراه شبه مباريات وديه، مهما كانت حده المنافسه ومهما كان اسم النجوم تبقى الجماهير هي صانع البهجه الحقيقيه، الاحساس بالاثاره والاحساس بالمتعه مش ممكن يكتمل بدون وجود جماهير في المدرجات، وده اللي يمكن حاصل السنه دي، حاصل بشكل مخلي كره ممتعه ومبهجه حتى والموسم لسه في بداياته واحنا مش شايفين المنافسه يعني قويه او لسه مش باين قوي ممكن مين يكون بينافس على البطولة ومين ممكن يكون بينافس في صراع الهبوط، لكن تحس ان البطولات كلها الحقيقة بادية مولعة، ويمكن منهم الدوري الانجليزي والدوري الالماني، رغم انه طبعا البايرن مقدم عروض قوية ويبدو انه هيكتسح. خلينا نروح لالمانيا وتحديدا لإيفالد لينين مدرب بروسيا مونشنجلادباخ واولمبياكوس السابق، هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس في السادسة. بداية بشكرك على ظهورك على شاشة الاهلي ووجودك معانا في برنامج السادسة. شكرا جزيلا، تحياتي لكم. بداية خليني أسمع منك تقييم لانطلاقة الدوري الألماني في نسخته الجديدة السنة دي. كل سرور طبعا، مبسوط بتواجدي معكم عبر قناة الأهلي، شكرا جزيلا. تبقى بعض الأندية الألمانية ليها كثير من الجماهير وعلى رأسهم طبعا فريق بايرن ميونخ أو بايرن ميونخ، خليني أسألك عن وجهة نظرك أو تقييمك لبدايات وانطلاقات أو انطلاقة الدوري الألماني في نسخته الجديدة. إنه صعب جدا القول، بكل تأكيد البايرن ميونخ هو الفريق الأقوى والأفضل في البوندسليغا، هناك فرق كثيرة أخرى تحاول مثل بروسيا دورتموند، لايبتسيغ، هناك لديهم لاعبين كثير وفقدوا لاعبين مهمين أيضا، فولسبورغ فريق أيضا فريق قوي يظهر بشكل متميز هذا العام، فرق كثيرة تنافس البايرن ميونخ على اللقب هذا العام، وسيظل البايرن ميونخ هو الأقوى، هو الأكثر قوة وهو يسيطر على كل شيء هنا والألقاب في ألمانيا بكل تأكيد. بمناسبة كلام عن بايرن ميونخ خليني يعني أسألك برضو، أنت صاحب تجربة كبيرة، يعني ألمانيا تعتبر هي أكبر دولة اقتصادية أو أكبر قوة اقتصادية في أوروبا كلها، واحدة من أكبر دول اقتصادية يمكن على مستوى العالم، ورغم كده ما بنشوفش التجارب الاستثمارية اللي اتكررت أو شفناها وكان ليها مردود ايجابي جدا زي مثلا ما حصل السنه اللي فاتت مع فريق الانتر في ايطاليا، زي ما حصل قبل كده مع مانشستر سيتي في انجلترا، زي ما حصل مع تشيلسي الانجليزي وغيرهم من الانديه. ليه ما بنشوفش قوه اقتصاديه كبيره بتدعم الفرق او الانديه في المانيا؟ Welche Mannschaften? Die deutschen Mannschaften. Ja, zum Beispiel. Schauen Sie, in Deutschland gibt es eine Regel. صحيح، هناك في ألمانيا هناك قواعد وقوانين 50 على 1، دي قاعدة.
معروفة في ألمانيا وقوانين تتحكم في كل شيء. لا ليس هناك عندنا على سبيل المثال في ألمانيا شيوخ أو ملاك مثل المان سيتي أو الباريس سان جيرمان يتحكمون ويصرفون أموال وينفقون. هناك صعب هذا الأمر بالتحديد في ألمانيا على سبيل المثال وجود قوة اقتصادية أو ملاك يدعمون الفرق ماديا أو اقتصاديا. بالنسبة لنا الأفضل هو أن نركز على تحقيق الفوز بالألقاب ومتعة كرة القدم، هذا ما نريده. وجزء أساسي من متعة كرة القدم أن يكون دائما في منافسة قوية، وأن النتيجة تبقى نتيجة الإعلان أو الإعلان عن بطل المسابقة يبقى متأجل لآخر المشوار. لكن في كل نسخ الدوري الألماني البوندسليغا بنلاحظ أنه بايرن يغرد منفردا، وده إلى حد ما يعني ممكن يأثر سلبا أو يضعف من قوة الدوري الألماني. تعليقك إيه؟ وإمتى ممكن نشوف فرق تنافس بجد بايرن ميونخ على تحقيق اللقب؟ لأن البايرن ميونخ منذ أعوام كثيرة يركز على تكوين فريق قوي ويعمل على ذلك باستقطاب لاعبين ذو جودة رائعة ويشترون أيضا لاعبين رائعين، وبالتالي يستطيع البايرن ميونخ الفوز على معظم الألقاب. ونرى أن بايرن ميونخ يركز أيضا خارجيا الفوز أيضا بألقاب خارجية، ألقاب أوروبية، هذا هو الهدف للبايرن ميونخ. لذلك قد تضعف المنافسة في ألمانيا بكل تأكيد، هو هذا هو الهدف الأسمى وما يعمل لديه ومن صالحه للبايرن ميونخ. مين هو الهداف الأبرز من وجهة نظرك في الدوري الألماني حاليا؟ ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ولا إيرلينغ هولاند مهاجم بروسيا دورتموند؟ بالنسبة لي شيء عادي. كرة القدم هي للمتعة، ليس من وجهة نظري بالنسبة لي هو شيء عادي أن يكون متواجدين لاعبين. ليفاندوفسكي ظهر بشكل رائع، هو مهاجم قوي، مهاجم رائع فعلا، أظهر إنجازات وبرفورمانس وأداء رائع مقارنة أيضا بهالاند. هالاند أيضا يظهر بشكل رائع وقوي وهو لاعب متميز. اللاعبين فعلا يصنعون إنجازات ويصنعون تنافس قوي. بالنسبة لي أنظر إلى تكوين الفريق، لديك فريق قوي، فريق متكامل بغض النظر عن وجود لاعب أو اسم أو نجم واحد مثل ليفاندوفسكي. أنا أرى أن لابد من المنظومة تكون متكاملة، فريق كامل يعمل سويا من أجل تحقيق الألقاب والإنجازات. ومين الأقرب للقب الهداف هداف البوندسليغا من وجهة نظر إيفولد لينين من الاسمين اللي أنا قلتهم؟ للأسف لا أستطيع القول. كما ذكرت لحضرتك، هولاند هو فعلا لاعب رائع قوي، ولكن بايرن ميونخ لديه لاعبين أقوياء، ليفاندوفسكي كما ذكرنا، ممكن هولاند أعتقد ذلك. طب خليني أسألك برضو، بما أن احنا في إطار المهاجمين، مين المهاجم الألماني اللي من وجهة نظر إيفولد لينين عنده قدرة على أنه ينافس أو يمثل أو يكون مصدر خطورة على اسمين بحجم ليفاندوفسكي وإيرلينغ هولاند؟ ليس لدينا لاعبين كثيرين كمهاجمين صرحاء عندنا في المنتخب. تيمو فيرنا في مع تشيلسي هو لاعب يلعب بطريقة مختلفة عن ليفا وعن هولاند. ليس لدينا للأسف في هذا المركز لاعبين كبار عظماء أو يمتلكون القوة في تحقيق أهداف كثيرة ويلعبون بشكل سريع بطريقة سريعة. جنابري، زاني على سبيل المثال أيضا لاعبين مهمين ورائعين ويحرزون أهداف، وهم من وجهة نظري يعتبرون الأفضل. خليني أسألك على المنتخب الألماني بعد يمكن إخفاقه في بطولة اليورو 2020،
وظهوره في نسخة جديدة بقى مع هانس فليك المدرب الحالي بعد مرحلة يواكيم لوف، ازاي بتشوف مستقبل المنتخب الألماني؟ وهل هو قادر على العودة مرة تانية؟ وهل قادر على انه ينافس على ألقاب البطولات الكبرى؟ وأولها يمكن المنافسة الأهم هتكون منافسات كأس العالم 2022. بكل تأكيد نحن على الطريق الصحيح مع المدرب الجديد هانز فليك. لوف، أستطيع القول أن لوف حقق أيضا إنجازات كويسة، وبالنسبة لي هو مدرب أيضا قوي، لابد من إعطاء الحق للوف. هانز فليك يلعب على هذا الشيء، هو زيادة الثقة ورفع الثقة عند اللاعبين، تكوين فريق قوي يلعبون مع بعض. هذا هو خليط من اللاعبين الناشئين الشباب ولاعبين ذو الخبرة. هذا ما اشتغل عليه هانز فليك في هذه الآونة لتكوين فريق قوي ينافس. بكل تأكيد انطباعاتك انت يمكن توليت مسؤولية المدير الفني لفريق هانزا روستوك في فترة من الفترات كان بيلعب فيها اثنين من اللاعبين المصريين الدوليين مع هانزا روستوك، ياسر رضوان ومحمد عمارة. ذكرياتك ايه عن الفترة دي وانطباعاتك ايه اللي كونتها عن اللعب المصري من خلال تدريبك لرضوان وعمارة؟ بكل تأكيد أنا شفت لاعبين كثيرين مصريين في العالم في هذا الوقت مع ليفربول، اللاعب الكلاسيكي محمد صلاح بالتأكيد. أنا بالنسبة لي في هذا الوقت مع محمد زيدان مع بريم كان لاعب رائع أيضا. أنا أرى وأقيم اللاعبين المصريين على مستوى عالي فعلا. مصر تمتلك عمارة، اشتغلت معه وعملنا معا سويا، بس كان ليس وقت طويل، ولكن هو لاعب رائع، لاعب قوي أيضا، ولعبوا أيضا بعض السنين في البوندسليغا. ورضوان أيضا أراهم لاعبين توب، لاعبين ممتازين. ولكن تحياتي، تحية كبيرة مني للاعبين محمد عمار ورضوان عبر قناة الأهلي. بكل تأكيد أتمنى أن رسالتك تكون وصلت ليهم. خليني أسألك كمان عن أفضل المدربين الألمان من وجهة نظر إيفالد لينين في الوقت الحالي، مين على يعني وجه التحديد ممكن يكون المركز أول، مركز ثاني، مركز ثالث من وجهة نظرك؟ Das habe ich nicht verstanden, diese Frage. Also لو طلبت منك ترتب لي أفضل المدربين الألمان الموجودين على الساحة حاليا. أنا لا أفكر بهذه الطريقة بكل أمانة. أنا لا أرى من هو الأفضل كأفضل لاعب، كأفضل فريق، سوري، كأفضل مدرب. هانز فليك طبعا، كلوب طبعا، ولكن أنا من وجهة نظري أقيم المنظومة كاملة والفريق كاملا، لا أقيم لاعب، لا أقيم مدرب. لابد من، على سبيل المثال رأينا إمبابي على سبيل المثال لاعب قوي، لاعب رائع، هو ولكن لابد من النظر إلى كيف يلعب الفريق، يلعب بشكل كامل متكامل، يلعبون مع بعض من أجل تحقيق إنجازات وألقاب. لا يعنيني بعض الشيء في التفكير، فمن هو الأفضل أو من أفضل مدرب أو الألقاب الفردية. طيب بعيدا عن الأسماء، مين أفضل مدير فني من وجهة نظرك بيقدم كرة ممتعة، بيقدم كرة جماعية، بيقدم كرة بنفس المردود اللي أنت كنت لسه بتتكلم عليه بصرف النظر عن الأسماء اللي بيضمها فرقته؟ أنا شخصيا أقيم هذه بطريقة مختلفة. فلسفة تقييم المدربين كأفضل مدرب أو أفضل لاعب، عندما نقول نريد القول هل هذا مدرب قوي ورائع، ننظر إلى نتائج فريقه. عندما تنظر إلى نتائج الفريق في هذا الوقت سوف نحكم أنه مدرب قوي ومدرب رائع.
وهذا يدل على أن المدرب يعمل مع المنظومة كاملة. طيب بعيدا عن وجهات النظر الفنية، خليني أخذك لواقعة يمكن شهيرة جدا أثناء وجودك في الملاعب كلاعب، والواقعة دي يمكن كانت واقعة إصابة، آسف إن أنا برجعك ليها، لكن بالتأكيد فيها دروس كتير مستفادة. الإصابة دي أنت تعرضت لها يمكن وصفت بأنها الإصابة الأعنف أو الأبشع في تاريخ، وكنت بتلعب في ألمانيا بيلفيلد أو جيرماني بيلفيلد تقريبا في التوقيت ده، وتعرضت لإصابة صعبة جدا، ورغم كده قدرت إنك أنت ترجع الملاعب في زمن قياسي بعد إصابتك أو بعد تعرضك لإصابة، أعتقد في خلال 17 يوم. ايه اللي تفتكره عن الواقعه دي، وازاي قدرت ترجع بشكل سريع كده؟ صحيح، فعلا من 17 18 عام كانت اصابه فعلا قويه، كان هناك كاميرا تصور واظهرت الاصابه للعالم كله، واوروبا كانت بكل تأكيد كرة القدم والتصوير وقتها والإعلام كان مختلف تماما، ليس كما هو الحال الآن في إظهار هذا الشكل. فعلا كان لدي حظ سيء في هذه الفترة بسبب هذه الإصابة، كانت إصابة قوية أثرت علي فعلا بشكل تأكيد، وأثرت على مشواري في بعض الأحيان، ولكن هذه طبيعة كرة القدم، قد يتعرض اللاعب لإصابات قد تعيقه بعض الشيء بكل تأكيد، ولكن يختلف الوقت والقوانين والكاميرا والإعلام. إيفان لينين بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي، وقبل ما أختم اسمح لي أسألك يعني برضه هحط في صيغة المقارنة، بس إيه أفضل كتاب أو إيه أهم كتاب أنت قريته من المكتبة ومن الكتب اللي موجودة في المكتبة اللي في خلفيتك على طول وفي في ظهرك على طول؟ سؤال جميل. أفضل كتاب هنا في كتب كثيرة عن كرة القدم، عن التاريخ. الأهم بالنسبة لي هو عودة الناس إلى قراءة الكتب. للأسف في بعد كبير لم يقرأ الناس كما كان الحال. أنا أعتقد هذا مهم للبشرية بالتحديد، عودة الناس لقراءة الكتب، هذا ما يهمني، وهذا ما هو هذا هو الأهم، وهذه هي رسالتي عبر هذه الصورة لكل البشرية، هي القراءة، القراءة. وأيضا أقول لك أستاذ أحمد، ليس كلام عن أفضل كتاب، ولكن الهدف الأزمة هو عودة البشرية أو الناس إلى للقراءة مرة أخرى، وهذه هي رسالتي عبر البرنامج. إيفان لينين طبعا مدرب بروسيا مونشن جلادباخ وأولمبياكوس السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وظهورك معنا شاشة الأهلي. دي كانت وجهة نظره في مجموعة من الموضوعات اللي بتخص طبعا الكرة الألمانية سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، والأهم أنه شخصية ترفض دايما المقارنات أو التقييم بشكل مش موضوعي طبقا لوجهات نظر أو آراء، وبيرى في النهاية أنه الأرقام هي الفيصل في تأكيد من هو الأفضل أو من هو الأقدر. بعد الفاصل هيكون في ضيافتنا طبعا هنتكلم على تفاصيل الأخبار، والنهاردة يهمني جدا أقول لكم عن المرحلة اللي جاية هنستضيف واحد من كبار نجوم النادي الأهلي، كابتن ماهر همام هيكون ضيف علينا في السادسة، تابعونا بس بعد الفاصل. طبعا احنا 24 ساعة بتفصلنا، أنا بشوفها مباراة مهمة جدا، مش بس عشان هي أولى خطوات الاستعداد والتجهيز لماتش سوبر مصري هيجمع بين الأهلي وطلائع الجيش، لكن كمان أنا شايف إنه جمهور النادي الأهلي مستني الماتش ده عشان يتفرج على الفرقة في ثوبها الجديد، يتفرج على سكواد الأهلي بعد الصفقات المحترمة الحقيقة والأسماء المحترمة اللي انضمت لفريق النادي الأهلي، واللي إن شاء الله بتدعم صفوفه عشان يكون قادر على حصد كل البطولات في الفترة اللي جايه وما اكترها الحقيقه. ماتش بتروجيت بكره واحده من مباراتين وديتين هياخدهم الاهلي على مدار الاسبوع ده، وصولا بقى لمواجهه او بانطلاقه المشوار، احنا اتفقنا انه ماتش طلائع الجيش هو بطوله في حد ذاتها، ولكن بدايه مشوار جديد وبدايه موسم جديد رغم انها ماتش او مباراه اتاجلت على مدار موسم كامل. بيشرفنا النهارده واحد من اكبر نجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد، نور بيك، وحشنا والله. والله وحشك، وحشنا جدا، ربنا يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. نطمن الاول على وجهه نظر كابتن ماهر في شكل الاهلي، ملامح الصفقات الجديده اللي ضافت على الفريق، قدره الفريق على المنافسه على الالقاب في
الموسم اللي جاي. شايف التدعيمات اللي تمت سواء من ناحيه كواليتي اللاعبين او من ناحيه المراكز اللي تم تدعيمها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجلس اداره بقيادة الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط تملي احمد، احنا عندنا يعني بعد نظر بشكل كبير. ايوه واخد بالك، ودي الاحترافيه اللي موجود عليها النادي الاهلي، ان احنا من بدايه الدور الثاني بدانا نتكلم على الصفقات وبدانا نتكلم على مش عايزين نقول الاحلال والتجديد، الاماكن اللي محتاجها مستر موسيماني. مستر موسيماني الفتره اللي فاتت دي بنحييه طبعا بصراحه على الشوط اللي قطعه مع النادي الاهلي، ويمكن احنا في كذا حلقات قلنا ان الراجل ما عملش فتره اعداد وان الراجل جه على موسم كبيس واجه ظروف صعبه جدا في منتهى الصعوبه، كورونا واصابات والتحام بقى الدوري، مؤجلات ثم كاس مصر ثم افريقيا. فالنهارده بصراحه بنحيي مستر موسيماني وجهازه الفني، بنحيي اللاعبين كمان يا احمد بصراحه اللي بقالهم سنتين قطعوا شوط كبير جدا، النجوم النادي الاهلي ال 30 لعيب على مدار ناصر ماهر وهو ظاهر في الكادر كده، تقول ايه لناصر كابتن ماهر؟ يعني ناصر سواء مكمل او مش مكمل انا بشوف واحد من اللعيبه اللي عندها قدرات مميزه جدا، ايه الرساله يقولها كابتن ماهر قبل ناصر؟ انا بقول عوده حميده. ناصر احنا شفناك بره في الاعاره. أيوة. ودي من ضمن الحاجات اللي بتحسب للجنه التخطيط والجهاز الفني، الاعاره اللي اتعملت لسموحه، شفنا ناصر بشكل كبير جدا كان مع سموحه مفتاح لعب خطير، بيجيب جوال، متحرك، نشط، لفت انظار الجميع يعني. بس في اوقات بتيجي على اللعيبه كابتن ماهر بيقفل، بيبقى الظروف انه ما يبقى بعيد بالزبط. او يبقى حاسس انه فرصه بعيده بالظبط، عايز يرجع يلعب وغيابه وبعده كل ما المسافه والمده بتأثر عليه. بتأثر عليه ازاي يشيل الحمل اللي جواه ده؟ انا عايز اقول له اصبر الفرصه جايه. وطول ما المنافسه شريفه بينك وبين طبعا قفشه اللي احنا بنعتبره نجم النجوم في العامين الماضيين، فوارد جدا قفشه في اوقات كان مجهد وكان بعيد وكان مصاب وبعيد عن المكان. النهارده ناصر ماهر يقدر المنافسه الشريفه دي تبقى موجوده. وانا عايز اقول يعني المنافسه يا احمد لازم لما تركب بلغه الكوره خلاص بقى افضل بقى، يعني الراجل الاساسي في المكان ده يستنى بقى كمان هو يجتهد. الحفاظ على القمه اصعب من الوصول طبعا طبعا. فهو ده الصراع الجميل اللي بين اللعيبه. يمكن يعني الفرصه السنه الجايه او الموسم الجاي هتبقى اصعب. انت أكتر. عندك فاسي تاو بيلعبها، عندك عبد القادر بيلعبها اسمه ده بتاع الاتحاد عمار كمان من اللعيبه الممتازه بصراحه. فالنهارده حته الاعاره دي احمد اظهرت لنا الولاد دي صحيح، عكس لما هيقعد واخد بالك وما يلعبش مباراه واتنين زي ما انت قلت وبعدين يخش في اكتئاب وبقى يخش في مشاكل، لا اعاره يعني قدرت ياخد خبره اديته خبره واحتكاك بالدوري الممتاز، دوري قوي بقاله سنتين. فانا شايف ان رجوع اللعيبه دي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، اكتسبوا خبرات في السنتين اللي هم طلعوا فيها وبقى عندهم ثقه ان هم يرجعوا النادي الاهلي وياخدوا اماكنهم اللي هم بيصارعوا من خلالها. وده الحياه الجميله اللي فيها شفافيه وعداله من الجهاز الفني لكل اللاعبين. يعني مفيش حكر على لاعب معين، مفيش مكان مكتوب باسم واحد. يعني القماشه اللي موجوده دلوقتي تسمح لمستر موسيماني والفتره اللي برضو اللعيبه يعني خدت نفسها فيها شويه وريحت شويه تسمح لنا بعوده تيكي تاكا الاهلي؟ يعني متوقع انه من ماتش بكره الجمهور ينتظر انه يشوف كره حلوه، يشوف قدرات هجوميه على اعلى مستوى، قدرات دفاعيه، ولا الموضوع ده برضو نقول للناس انه هيجي بالتدريج؟ هو بص يا احمد هيجي بالتدريج، خصوصا انك انت دلوقتي في لعبه وافده عليك اذا كانت افارقه او اذا كانت اولادنا اللي في الاعاره مع اولادنا اللي موجودين. لكن المشروع اللي في دماغ مستر موسيماني هو ده، الكرة البرازيلية، الكرة اللي بيحبها جمهور النادي الأهلي مع المكسب طبعا. واخد بالك وإحراز النتيجة الإيجابية ثم اللعب اللي احنا متعودين عليه. يعني أنا عايز أرجع لورا شوية، مستر مانويل جوزيه لما كان موجود حط فينا حتة التمرير. دي أخطر كرة على الأرض بالظبط، أخطر من مراوغة طبعا. يعني مهارة التمرير بقت في علم التدريب دلوقتي هي رقم واحد ويليها المراوغة رقم اتنين. فمستر مانويل جوزيه كان بصراحه ضليع في الحته دي، البساط 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 البساط، وبعدين الثغره اللي تتفتح اخش منها اقدر اجيب جول. وبعدين لما تتقطع مني كوره ارجع عشان اجيب الكوره، الضغط اللي احنا بنقول عليه الضغط الامامي، الضغط من نص الملعب، الضغط من الثلث الوسطاني،
فدي كانت ميزتين بصراحه موجودين في مستر مانو جوزيه. انا شايف ان موسيماني عنده النهج ده، عنده الحس ده، هو في كل كلامه بيتكلم ان انا عايز العب النادي الاهلي كوره متطوره، كوره برازيليه تليق بقيمه نادي القرن بطل افريقيا. فانا متاكد ان السنه دي تركيز مستر موسيماني على الجانب ده بشكل كبير، مع الجمل التكتيكيه طبعا اللي بيحفظها زي ما انت قلت. الناس جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيستنى بالنخبه الجميله من اللعيبه المميزه اللي احنا قدرنا، اذا كانوا افارقه او المعارين الموجودين، حتى اللي موجودين كلهم لعيبه على اعلى مستوى بصراحه. وانا شايف ان السنه دي من بدايتها كده هنحس بتغيير شامل في صفوف النادي الاهلي ان شاء الله. هكلمك على التغيير لان ده برضو شغل شاغل وسؤال مهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. بس خلينا اول اقول، هل بسكواد الاهلي اللي موجود حاليا، يعني مش عارفين الباب مفتوح لسه للصفقات او لا، لكن في النهايه احنا قدامنا صفقات تمت بالفعل، محترفين افارقه، محترفين مصريين، لاعبين معارين رجعوا للنادي الاهلي مره ثانيه، هل كده يا كابتن ماهر نقدر نقول انه عامل الاجهاد او مشكله الاجهاد اللي عانينا منها الموسمين الاخرين مش هتتكرر معانا، رغم انه متوقع ان يبقى في سيناريو لضغط الماتشات وتوالي البطولات زي ما حصل الموسم الاخير؟ متوقع، يعني بقول متوقع لغايه اللحظه دي انه يتكرر الموسم اللي جاي؟ لا ان شاء الله. انا عندي احساس بالراحات اللي اتخذت خلال الفتره اللي فاتت ديت، انا عندي احساس ان اللعيبه عندها استشفاء وعندها تشويق بشكل كبير جدا ان هي ترجع الملعب بسرعه. في تحدي يا احمد، كده تحس ان البطوله اللي جايه في تحدي من لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مش هيبقى موسم في اجهاد للعيبه النادي الاهلي. عايز اقول لك ان كمان مستر موسيماني بيحافظ على الناس على قد ما يقدر، الناس اللي اشتغلت معاه. في مراكز عندك فيها بديل واثنين وثلاثه طبعا طبعا. يعني كل مركز النهارده ممكن نحط فيه اسمين بالزبط على نفس المستوى من الكفاءه، فبالتالي فكره لا قدر انه لعيب يتصاب فتبقى عندك مشكله، او انه لعيبه تبقى مجهده فيبقى عندك مشكله، اعتقد دي احنا عديناها الموسم الجاي. بالظبط، يعني من ضمن الشغل الشغل للجنه التخطيط مع مستر موسيماني ان حته انك انت جبت الاماكن اللي انت فعلا محتاج فيها رقم واحد ورقم اثنين. طيب. عشان زي ما قلت لك احمد، احنا غير طبعا البطولات اللي احنا ان شاء الله باذن الله التحدي اللي موجود الموسم ده على حصولنا على اكبر كم من البطولات، لكن الكوره الممتعه اللي جمهور النادي الاهلي فعلا ان شاء الله باذن الله مستنيها، انا متاكد ان بدايه من مباراه الحبيه هنبدا نحس بتغيير كبير. ايه الاهداف اللي تسعى لتحقيقها من ماتشين زي مواجهه بتروجيت بكره والمقاولين الخميس ان شاء الله؟ ايه الحاجات اللي انت تخاف منها او يعني تعمل تحطها في اعتبارك، وايه الحاجات اللي انت عايز تعملها قبل ما توصل لمباراه بالنسبه حتى للعيبه الجديده؟ هي اول مباراه رسميه هتلعبها مع النادي الاهلي، هي مباراه بطوله. هو البرنامج اللي اتعمل يا احمد حلو قوي في حته الراحه بصراحه، يعني راحه اللعيبه كلها، ده كان بدايه البرنامج من اوله، ان اللعيبه تطلع بس عن الضغط العصبي اللي كانت موجوده عليه، الاصابات والاجهاد و و و سبع ايام بلغه الكوره، احنا حتى في اوروبا يعني يمكن سبع ايام دي بيعتبروها كبيره قوي او كتيره قوي. فالنهارده حته الراحه دي ومش هنقول عليها سلبيه، ان اللعيبه خارجه فت 100%. رجوعهم طبعا لبدايه الموسم احلى حاجه في الدنيا هي كره القدم، واللعيب ما بيعرفش حاجه وما بمزاجه ما بيظبطش الا ما يروح تمرينه ويلعب مباراه حبيه ثم مباراه رسميه ثم بطوله ثم يكسبها ويدور على البطوله الاخرى. فانا شايف ان يعني من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله هتبقى ايجابيه اكتر من الحاجات السلبيه. الحاجات السلبيه مستر موسيماني حاطط ايده عليها، ويمكن اكثرها مشاكلنا في خط الظهر، مشاكلنا في خط الظهر. فاكيد مستر موسيماني في الفتره ديت يعني عمل دراسه كبيره جدا في جميع الماتشات، وايه الظروف اللي وقع فيها خط ظهرنا في بعض المشاكل والثغرات الدفاعيه، هي دي المشكله اللي ممكن يعني تكون مستر موسيماني حاطط التركيز بشكل كبير جدا من خلالها. انت واحد من افتتاح الخط الظهر الاهلي على مدار تاريخه يا كابتن ماهر. نعم. يعني لو كلمت باكات الاهلي وشايف انه في حاجات لابد انها تتخذ في الاعتبار، سواء عشان يطلعوا بمستواهم او يطوروا من مستواهم او عشان يشتغلوا على بعض السلبيات او الاخطاء اللي ممكن تكون مقابلاهم، هم معذورين يا احمد. ليه بقى؟ لانك انت كل ثلاث ايام صعب جدا ان مدير فني في كل ثلاث ايام يقدر يصلح الاخطاء
او يحافظ على الحاجات الايجابيه. انت محتاج وقت 4-5 أيام عشان تقدر تتعالج الاخطاء دي. فدي برضك من ضمن المشاكل اللي قابلت الجهاز الفني، ان كل 3 أيام مباراه وبعدين من بطوله لبطوله. فانت النهارده هو شايف ومسجل الاخطاء اللي موجوده والسلبيات اللي موجوده، عشان تشتغل عليها بالظبط محتاج وقت، عايزه وقت. فانت النهارده ان شاء الله 400 انا شايف من البدايه هو ده الخط الوحيد اللي مستر موسيماني هيبقى هنمسح صحة بشكل كبير. لكن انت عندك نص ملعب من اقوى نص الملعب اللي موجود في افريقيا، واتكلمنا عنهم كلهم صحيح. افراد حاجه تفرح. النهارده كمان خط الهجوم اذا كان راس الحربه او الخط اللي تحت راس الحربه، عندنا 2 من افريقيا بيعتبروا من افضل اللعيبه اللي موجوده، هيعملوا لنا حاله وهيعملوا لنا صراع جميل جدا بينهم وبين اللعيبه ومن بعض موجود. وغيره بقى بلغه الكوره، غيره عشان العب وعشان اقول ان انا موجود. فالنهارده في حاله جميله. متوقع مين يكون مفاجاه الاهلي الموسم اللي جاي؟ يعني مين اللعيب اللي انت بتراهن عليه يا كابتن ماهر؟ يعني انا طبعا، او اللعيب اللي انت مستني تشوفه في الملعب يعني. يعني انا طبعا اختيار مستر موسيماني من الاثنين افريقيا دول متشوقين لحته الاختراقات والسرعات وحته المهاره واحراز الاهداف. بوجود طبعا شريف، يعني شريف يعني وصل لمرحله من التهديف كمان بشكل كبير جدا. الولاد بتوع الاعاره يا احمد، نتمنى نشوف عبد القادر، نشوف ناصر، عمار برضك لعيبه جميله ولعيبه ملفته ولعيبه مؤثره. ربنا يبعد بقى طبعا اصابات عن بنون وخط الظهر والشناوي. المجموعه ككل بصراحه لعيبه، عايز اقول ان الموسم ده احساسي كده ان هم هيعملوا لنا موسم استثنائي بالظبط، غير المواسم السابقه ان شاء الله. ان شاء الله يبقى تتويج بالبطولات مع كره ممتعه ومرضيه لعشاق النادي الاهلي. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن النادي الاهلي ونخش في تفاصيل الموسم الجديد، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل كلامنا مع نجم النادي الاهلي سابق كابتن ماهر همام. لعيبه كتيره، خلينا نتفق انه نسخه الدوري الاخيره برغم طبعا ما عليها من سلبيات، كان فيها سلبيات كتير وكان فيها اوجه قصور، وهنا انا مش بتكلم بس على فكره انه نتائج الماتشات او تتويج ببطوله الدوري اللي راحت لنادي الزمالك، لكن انا بتكلم على دوري من المفترض ان هو يكون الاقوى عربيا وافريقيا، كان يستحق الحقيقه انه يكون ليه قواعد تنظيم اوضح من كده، جدول مباريات محطوط في اعتباراته كل المشاركات الدولية أو التوقفات الخاصة بمشاركات الأندية المصرية، مستوى تحكيمي، مستوى نقل تلفزيوني، أعتقد يعني كان يبقى أفضل من كده. مش عارف تتفق ولا تختلف معايا كابتن. يا ريت يا أحمد، إحنا بنتمنى بقالنا 40 سنة صراحة يعني فاقدين التنظيم الإداري ده على طبعًا. مستوى كل المنتخبات صحيح والمسؤول عنه اتحاد الكورة بصراحة وبيدفع ثمنه الأندية والمنتخبات في نفس الوقت. يعني حرام، النادي الاهلي بيتظلم، النادي الاهلي بيقع تحت اجهاد، النادي الاهلي عدم التنظيم المباريات ديت، ما بيقدرش يحط برنامجه صح. احنا اللي بنتظلم، لان احنا مؤسسه تنظيميه ومؤسسه فنيه على اعلى مستوى. وزي ما قلت لك ان احنا عندنا مجلس اداره عينه على السنه الجايه واللي بعديها، واللي عنده مشروع بيشتغل عليه بشكل كبير يعني. طبعا، لكن من الايجابيات كابتن ماهر انه كان في فرق كوره كتير بتلعب كوره حلو، يعني دوري قوي، والدوري اظهر لعيبه، مش بس بتكلم على لعيبه الاهلي والزمالك، لكن في فرق كتير جدا لعيبه على مستوى مميز. عارف يا احمد ده بيرجع ليه؟ ان مجالس الادارات قدرت تحط ايديها مع الجهاز الفني على احتياجات الفرقه في الموسم ده والموسم اللي فات، عشان كده كان دوري قوي. ودي برضك من ضمن الحاجات اللي مين لفت نظر كابتن ماهر همام بره الاهلي والزمالك؟ لو قلت لك كده يعني مين اهم اللاعبين في الدوري في كل الفرق اللي لفتوا نظر كابتن ماهر؟ يعني انا بتكلم على يعني اللي عملوا جو جميل جدا. اللعيبه المحترفين اللي موجودين، معلول وبنون عندنا، عملوا حاله بشكل كبير جدا بصراحه يعني. ومعهم طبعا شريف، ومعهم قفشه، ومعهم وديانج طبعا. يعني في حاله جميله جدا. وبعدين كمان ربنا كرمنا ان كان في اكتشافات، يعني زي اكرم توفيق ده من ضمن الاكتشافات الجميله. لكن لو اخترت لي اسم من بره الاهلي
يعني مين اللعيب اللي عايز من بره الاهلي يعني تحس كده بن شرقي في الزمالك ان يعني بيلعب بمزاج يعني عارف نظام حازم امام نظام حسن شحاته يعني يمتعك يعني بيلعب بمزاج الاول يكيف نفسه وبعد كده يبدا بقى يشتغل فدي من ضمن الحاجات اللي كانت برضه بتفرق مع اللعيب قوي لما تلعب بالمزاج يعني كانوا يقولوا زمان الغزاله لما تبقى رايقه تحس انه اللعيب بيطلع اللي عنده عشان يوصل اللعيب اي لعيب كوره لمرحله الروقان والانسجام دي يعني من اول كوره يا احمد كان حازم امام يستلم لازم يعمل الحاجات بتاعته دي لو ما عملهاش يحس ان هو اليوم النهارده هيبقى مش يومه بن شرقي كده استلام مش عارف بيستلمها ازاي واخد بالك في لعيبه بتكتفها المدربين او في لعيبه بتخاف من الجمهور بتخاف من الجمهور لكن لكن المدرب يكتفه ما افتكرش انك انت خلاص بيبقى ساعات بيبقى عندك المرونه التكتيكيه انت بقى حاجه ليك انت يعني ساعات اللعيبه دي بتخلق في التلت الهجومي حاجات ما قالهاش المدرب يعني زمان لما كان عندنا مستر هدوكوتي فكان عندنا العظماء في الحته القدمانيه فكنا بنعمل جمل تكتيكيه الخطيب بيطلع عليها وطاهر عظماء في كل حته كل الخطوط يا احمد فمستر هدوكوتي كان يركبها واخد بالك بص الذكاء المدرب ويجي يشتغل عليها في التدريب في الحصص التكتيكيه طب ما هو دي الخطيب عاملها او طاهر مصطفى عبده فذكاء المدرب ساعات بيبقى فيه مرونه تكتيكيه للاعب بيجبرك انك انت انك دي جمله ممكن مركبه نقدر نشتغل عليها فانت اللعيبه المهاريه اللي في التيت الهجومي بتصنع لك الفارق في حاجات انت بتقول ايه باصي فيها هو لا شايف واحد ضد واحد بيفوت ويجيب جول في حاجات تقول لازم يساعد فيها يروح شايت زي قفشه حاجات اللي هي المفاجاه دي في خطوط عريضه بيقولها المدرب لكن اللعيب بقى بحسه بيتفوق ساعات على فكره المدرب وده ميزه في لعيبه النادي الاهلي ومتورصين بيها النادي الاهلي هو الوحيد اللي عنده تكتيك هو الوحيد اللي عنده سيستم هو الوحيد اللي عنده نظام هجومي بشكل ازاي عنده نظام دفاعي بشكل ازاي يعني النادي الاهلي بصراحه لما تقعد تفكر كده يعني امبارح انا عجبتني حلقه الكابتن مصطفى عبده وكابتن شحته شوف كابتن شحته اسكندريه قال ايه عن النادي الاهلي قال لك لا يعني النادي الاهلي ده مدرسه احنا بنحبه عشان بنتعلم منه لانه هو بيفيدنا ما نكرهوش احنا ما بنكرهش النادي الاهلي دي الناس احنا بنحب النادي الاهلي الناس السويه المحترمه طبعا عشان النادي الاهلي ده معلم النادي الاهلي ده بيعلمنا والله كنت بقول انه اي يعني بعيدا عن الانتماءات والمنافسه اسم النادي الاهلي بيشرف كل المصريين حقيقه كابتن ماهر وخد بالك يا احمد انا عايز اقول لك في بعض اللقاءات لنجوم الزمالك بيقولوا الجمل دي بيقولوا الجمل دي النادي الاهلي عشان منظم والنادي الاهلي عشان عنده ثبات النادي الاهلي عشان ايد واحده النادي الاهلي عنده اداره قويه جهاز فني على فالاهلي بيكسب صحيح يعني كلمه الحق بتطلع لا ده هيقلل من انجازات النادي الاهلي ولا هيقلل حتى من الكيانات اللي موجوده بالظبط صحيح واحنا كمان احنا بنطلع لما الزمالك بيحقق بطوله احنا اول ناس الكابتن محمود الخطيب بيبارك للناس لان احنا القدوه احنا اللي الناس بتستفاد مننا بتتعلم مننا صحيح فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتحصل طيب من ضمن الحاجات يعني اتفقت او اختلفت على كره موسيماني حطيت الظروف اللي واجهها على جنب في النهايه ما تقدرش تقول غير شابو يعني بالزبط. للراجل على الموسم اللي عمله موسم استثنائي لكن ما حدش يختلف على انه الراجل كان صاحب بصمه كبيره جدا وواضحه جدا مع عدد من اللعيبه اهمهم يمكن او ابرزهم كان محمد مجدي قفشه ومحمد شريف واكرم توفيق بالظبط في اسم تاني تحب تضيفه بدايه لدول حسيت انه مع مستر موسيماني ظهر بشكل مختلف قبل ما نروح للسؤال الاساسي لا هم دول ابرز ثلاثه دول متفقين بصراحه يعني مين اللي انت مستني في الموسم اللي جاي انه مستر موسيماني يشتغل عليه لانه كابتن ماهر همام مقتنع انه اللعيب ده عنده اكتر من كده يعني احنا بالنسبه لنا نختار اسم دفاعيا واسم هجوميا يعني محمد هاني هنستنى منه محمد هاني الفتره اللي جايه شايف انه هاني لسه ما جاش عنده طبعًا اكتر من كده حمدي فتحي في الملعب عايزين حمدي بردك يرجع من البوكس للبوكس اللي احنا اتعودنا عليه تمام تصويبات من خارج ال 18 الاجوال اللي بيجيبها بدماغه المتابعه الجميله ازاي بيرتد وبيدافع بشكل كبير بردك حمدي فتحي مستنيين منه كثير ان شاء الله تمام الفتره اللي جايه يعني. هجوميا يعني اسم واحد يا كابتن صلاح محسن يعني صلاح محسن ان شاء الله يعني هيجي عنده من الدوافع وعنده من الامكانيات بيلعب بدماغه كويس قوي محطه بيتحرك خارج الصندوق
بيساند مع زمايله. انا شايف ان بدك صلاح محسن من ضمن الحاجات اللي جايه ان شاء الله الفتره الجايه. هتتفرج بكره على ماتش بتروجيت اكيد ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله. يهمني جدا اسمع رايك في الظهور الاول. هو احنا كنا لسه بنقول ساعه الفصل هي مباراه وديه صحيح لكن جمهور الاهلي كله مستنيه جدا يا احمد. جمهور الاهلي احنا اللي احنا بنقول عليهم 70 80 مليون متشوقين جدا للنادي الاهلي خلال طبعا التجديدات اللي حصلت. اللعبه الافارقه اللعبه الجديده الناس صحيح. عايزه تطمن على النجوم ان شاء الله الأهل. والنجوم دول ان شاء الله احنا شفناهم عندهم ثقه كبيره جدا ان هم يخشوا ويأدوا ان شاء الله ياخدوا دورهم بشكل كبير جدا في باذن الله. ان شاء الله نستمتع بعرض ممتع ومطمئن والصفقات الجديده تظهر بشكل قوي. بس نقول للناس تصبر برضو لانه بيبقى من الوارد مهما كانت امكانيات اللعيب اللي مش ممكن حد يختلف عليها انه عشان يخش في قماشه الفرقه يبقى فيه الانسجام والتفاهم بتاخد شويه وقت. هيصبروا يا احمد جمهور النادي الاهلي مثقف وواعي وانت تعمل يعني مفرحه على طول. هم مستنيين البطوله اللي جايه ان شاء الله. احنا مش بطوله احنا بطولات ان شاء الله. يعني كلمه بطوله دي ما بتمشيش عندنا احنا. ايوه صحيح. احنا بنلعب في 6-7 بطولات صحيح وبنحارب على 6-7 بطولات دول ناخدهم. فجمهور النادي الاهلي مثقف وواعي جدا وبعدين بيساند اللعيبه صراحه يعني. طيب. اي ما يحصل مواقف يعني فيها حاجات سلبيه تلاقي جمهور النادي الاهلي بيساند بشكل كبير ويقول لك لا احنا وراكم ما تقلقوش. وحصل حصل صراحة. ولمسناه بشكل متفهم وواعي جداً جداً جداً, جدا 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 صراحه يعني. طيب اخد حضرتك لمنتخب مصر شويه. اتفضل. ويعني طبعا احنا لغايه اللحظه يمكن موقفنا مش سيء قوي في تصفيات كاس العالم. بس عايز من وجهه نظر كابتن ماهر همام تقييم للفتره تولى فيها كابتن حسام بدري المسؤوليه. وهل بتشوف انه كابتن حسام البدري ظلم نفسه ولا ظلم المنتخب معاه ولا في النهايه هو مظلوم ومجني عليه؟ بص احمد هو طبعا شرف لاي حد يعني. انا اشتغلت في منتخب مصر 2002 و 2004 مع كابتن محسن صالح كمدرب عام. شرف لاي حد ان هو يمثل منتخب مصر او يلبس تيشيرت منتخب مصر او يشتغل في الجهاز الفني لمنتخب مصر. فحسام من خلال شخصيته شخصيه قويه متزنه اكتسب خبرات كثيره جدا من النادي الاهلي في البطولات اللي حصل بيها. اشتغل مع مستر من وجهه زيت اتعلم منه حاجات كثيره جدا. خارج مصر كان ليه نجاحات. داخل مصر في الدوري كان ليه نجاحات. بس انا عايز اقول لك ان المنتخب يا احمد من كاس العالم مشروخ. المنتخب من كاس العالم روسيا يعني حصل يعني انقسامات بشكل كبير جدا جدا ايام كوبر بسبب الاداره الجانب الاداري. وبعدين كمان مستر كوبر ساعد ان ما قدرش يلم الكلام ده في الجانب الفني فظهرنا بمظهر سيء جدا. واتقال بقى بعض الحاجات و و و خلاص. من خلال المرحله دي يا احمد احنا مع الاسف ما تعالجتش. ما لقيناش حد يلم العيال يلم اللعيبه. يعني ما لقيناش مدرب عام مدير فني يلم اللعيبه ويقربهم من بعض. خد بالك يا احمد شغل المنتخبات معظمه نفسي. خلاص ويليه خططي. تمام. فالنفسي ده مهم انك انت تلم اللعيبه دي على اعلى مستوى. محتاجه فشل كابتن حسام في احتواء اللاعبين نفسيا. انا شايف ان حسام يعني هربت منه بشكل كبير جدا. وبعض الحاجات اللي احنا شفناها في اداره المباراه. الحاجه الثانيه كمان انك انت في المنتخبات احمد في ثوابت. في 18 لعيب موجودين في 20 لعيب موجودين يعني. التغييرات بتبقى على حدود معينه. بس خليني اصل اللي حضرتك قلته ده يعني مع كامل الاحترام لاسم كارلوس كيروش واحد من اكبر مديرين فنيين يعني اسمه محترم في عالم التدريب. انا ما شفتش حد اجنبي نجح مع المصريين نفسيا يعني. بالزبط. كل اللي نجح مع المصريين أنا معاك. كانوا مصريين. بس هقول لك حاجه يا احمد دور بقى الجهاز الفني. دور المعاونين. كابتن بسرعه ضيق. طبعا. ما هو ده دور المعاون هنا اللي انا بتمنى لهم التوفيق طبعا. ضيا وزملاته. انت ايه رايك في الاسماء اللي تم اختيارها بدايه؟ ما هو بردك يعني الناس اعتمدت ان في خبرات قبل كده مع المنتخبات. وقبلك ممثله في ضيا فضيا يقود مع الراجل ده الفتره الجايه. مهم ضيا ان ازاي بسرعه ادخل الراجل ده زي ما اتكلمنا الحاله النفسيه ازاي يلم اللعيبه. وقبلك الحاجه الثانيه كمان اللي احنا بنحيي فايلر فيها لما جه في ال 13 يوم الراجل شخصيه قويه وبسرعه وغير من ما فيه من لعيبه النادي الاهلي وشكله اداء النادي الاهلي. وكنا خايفين عليه في افريقيا نجح في اول تجربتين. احنا محتاجين كده.
هو لا انت يعني انت انت تجيب بمناسبه بترجع فلاش باك تجيب مدرب من اوروبا ما اشتغلش في افريقيا قبل كده، يقول لك راح تجيب مدرب من اوروبا ما لا ما اشتغل مع النادي الاهلي لا انا بشتغل مع الاهلي لكن اقصد اقول لما جه فايلر الناس قال لك مين بالظبط مين دوت والناس هجمته لما جبت موسيماني اللي قاعد في افريقيا قال لك لا ما ينفعش يعني احنا محيرين بس انا عايز اقول لك احمد من خبراتي مهم جدا الجهاز المعاون كل الادوار الشخصيه يحطها على جنب مهمه مصر بصراحه كابتن ماهر قبل ما يتم الاعلان عن اسم كارلوس كيروش كان نفسك مدرب وطني يتولى المسؤوليه ولا كنت بتفضل لا انا اجنبي 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 اسباب هقول لك الاسباب ايه اجنبي معلوش ضغوطات يا احمد يعني ما بيتشتم في المدرج ومش عارف احنا بنقول ايه على السوشيال ميديا بيتقطع ما احنا مش لكن قوي الشخصيه العامل النفسي بيتعامل مع اللعيبه كلها سواسيه ايوه العقاب بيعاقب كل الناس ما بيسيبش حاجه مفيش ده كبير وده صغير لا 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 وبعدين الحاله الفنيه بقى ما انت انا عايز اقنع محمد صلاح انا عايز اجبر محمد صلاح انه يخش في في السيستم من خلال شخصيتي من خلال حاطط ايدي على الجديد طرق اللعب الحاجات الفرديه الحاجات مع كابتن حسام كنت شايف ان في لعيبه خارجه عن السيطره كتير قوي كتير قوي ده كمان حتى الجهاز احنا اكتشفنا ان في كمان بينه وبين طارق مصطفى مع الاسف وده ما انا بقول لك دي مشكله يعني بص يا احمد انا عايز اقول لك ايه كاب صالح الله يرحمه اول ما جاب لنا هولمان 95 راينر هولمان راينر هولمان فكان الجهاز اللي موجود اتقعد مجلس اداره النادي الاهلي مع الجهاز احنا عايزين ننجح الراجل ده تمام ننجح الراجل ده ازاي انتوا عارفين تنجحوه ازاي كل ثغره وكل مشكله وكل كلنا بندوس عليها وما نقولهاش للراجل في سبيل ان احنا نكبر الراجل ما هو الراجل لما بينجح احنا نجحنا صحيح واخد بالك النجاح بيحسب للجهاز كله كل واحد ليه دور طبعا. الراجل بعد ما تعايش معانا بعد شهر قال لك مرمم انت ليك دور كذا كرامي انت ليك دور كذا ساب انت ليك دور كذا ومشيت القصه ثلاث سنين بنجاحات مهوله ايوه مع سبورت بقى طبعا مجلس اداره في ظهر الجهاز واخد بالك حتى اللعيبه كمان بتحس بالقيمه دي اللعيبه لما بتحس ان رئيس الاتحاد قوي الجهاز الفني قوي الجهاز المعاون قوي خلاص هم اوريدي هيمتثلوا يقول لك لا العمليه ما فيهاش هزار فانت النهارده شخصيه المدير الفني اللي بتجبر اللاعب نفسيا وبتجبره تكتيكيا كمان في الملعب ما انت النهارده ما تزعلش مني مش هقول لمحمد صلاح العب انت يا صلاح بقى في التيت الهجومي لا ده انا هقول له صلاح خد بالك يا صلاح انا عايزك النهارده لما تخش لجوه يبقى الراجل الباك يطلع لبره تخش جوه تعمل دبل باص تخش جوه شوت في الجول انت بتقول لصلاح خطوط عريضه في الشغل مش هسيب صلاح هو في بعض المدربين الاجانب بيقول لك العب يا صلاح بالظبط كده العب يا صلاح لا فالكلام ده كله بيعجب اللاعب لما بيلاقي المدرب شخصيه وفاهم في الطرق الدفاعيه فاهم في الطرق الهجوميه هو فايلر شدنا ليه يا احمد 13 يوم الله غير منتاليتي وعقليه لعيبه النادي الاهلي حسينا اللعيبه ايه ده اللعبة خفيفة الحركة بصمته كانت واضحة الشغل التكتيكي هو ده يا احمد هو قيمة المدرب كده 13 15 يوم خلاص على الرغم برضه انها هربت منه في الاخر شوية معلش بس الظروف برضه اسريا لا و لا لا صحيح لكن صحيح انا بكلمك لا كورة فايلر الخبرة اللي انا اكتسبتها من المدربين الاجانب اللي اشتغلت معاهم هو 15 يوم علم التدريب بيقول لك 4 أسابيع 6 أسابيع 8 أسابيع لا 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 15 لا يوم لا لا خلاص يعني عامل الوقت مش ضد لا كارلوس كيروش لا لا ومش أنا ضد لا انا ضد الحته دي عامل وقت لا 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 انا معايا لعيبه بروفيشنال معايا لعيبه موهوبين معايا جيل محترم اذا كان دول والثلاث اربع اولاد المنتخب الاولمبي لا 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 يبقى انا اسلوبي وشغل المنتخبات يا احمد زي ما قلت لك نفسي أيوه. وتكتيك الحاجات البدنيه والتجهيزات دي النادي خلاص الا اذا هو حس بكسور يروح بقى للنادي يقعد مع الجهاز الفني يقول له احمد عادل وهيحضر ماتش الاهلي والطلائع تزود له الحته دي وماهر عايزه تزود له الحته دي في الدفاع احمد في الحته الهجوميه عايزك تزود له الحته دي طب لازم يشارك كابتن ضياء النهارده هو بيقرا امكانيات اللعيبه اللي موجوده في الساحه يعني في مصر وهو اللي هي يعني راجل ما اتفرجش وراجل ما يعرفش وما اعتقدش انه عنده وقت يتفرج ولا يعرف وبالتالي اللي هينور له عليه كابتن ضياء هو اللي هياخده ويتعامل بيه كابتن ضياء النهارده هو بيراهن في مرحله انا مش عارف حطينا نفسنا بين قوسين كده ليه في موقف صعب انت عندك رايح تلعب ليبيا رايح جاي وليبيا النهارده متصدره لو كسبتك ماتش بعد الشر يعني لا قدر الله لو كسبتك ماتش صعبت جدا من ظروف فالماتشين اللي جايين مهمين جدا كابتن ضياء من وجهه نظره يراهن على سكواد لعب منتخب مصر الفتره اللي فاتت
ما كانش موفق، ما كانش بيقدم اداء كويس، بس الناس دي هي المنتخب قايم عليها بقاله 3 4 سنين من ساعه كاس العالم، ولا جدد دم ودخل لعيبه ثانيه فريش مش مجهده قدمت موسم كويس؟ يعني ناس كتير جدا حاطه علامات استفهام على اسماء. انا ده مش وجهه نظري، ده وجهه نظر الجمهور. يعني احمد عبد القادر ليه مش في المنتخب؟ مصطفى فتحي ليه مش في المنتخب؟ محمد ابراهيم ليه مش منتخب؟ شادي حسين ليه مش منتخب؟ في اسماء كتير كده، ممكن احط لك 10 اسماء ليه الناس بتقول ليه اللعيبه دي مش متاخده في المنتخب رغم ان المنتخب بيقدم كره وحشه. الباب مفتوح يا احمد، زي ما قلت لك في شفافيه وعداله هتبقى موجوده. ضيع هيبقى دوره مهم جدا في حته انك انت عندك من الخبرات يا ضيا، وعارف الدوري وعارف شاركت فيه و تمام. فمهمتك يا ضيا انك انت بسرعه هتحط البلان والخطه للراجل من ناحيه القوام بتاع المنتخب، اسمائهم بالعربي وبالانجليزي اماكنهم. أيوه. الجواكر اللي موجوده، ده يقدر يلعب هنا وده يقدر يلعب هنا، اقدر اجيب المباريات، ابدا احضر له المباريات اللي هي متوسطه المستوى اللي احنا كنا فيها، اللي احنا المباراتين اللي فاتوا شكله واداء الفرقه كان عامل ازاي، واخد بالك؟ والراجل يبدا يتعايش، والراجل يبدا يروح الفندق. عايزني افرجه على ماتشين انجولا والجابون؟ طبعا طبعا لازم يا احمد. ليه بقى؟ احنا كنا بنعمل كده مع هولمان وتسوبل. نجيب له الاهلي وهو متوسط، والاهلي وفوق متوسط، والاهلي وهو جيد، والاهلي وهو فوق جيد، والاهلي وهو ممتاز. مش مره واحده اجيب له الاهلي وهو 100 100، لا. ده لازم اتدرج له عشان هو كمان الراجل يبدا يتعايش ويشوف المشاكل اللي بتبقى فين. بالظبط كده. لكن انا اجيب له، لازم افرجه طبعا على اللي فات. ايوه لازم اعيشه في اللي فات. وانا انا شايف ان كل مباراه حبيه اذا كان للاهلي او الزمالك او الانديه الاخرى، اخد الراجل واروح بيه. اذا كان في حد في المنتخب من 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 قوام المنتخب في الانديه اللي بتعمل مباراه حبيه، اروح. احمد المهمه صعبه جدا، مش عايز انوم. ازاي نستعيد الشخصيه والهويه مع كارلوس كيروش؟ ده اللي هتكلم عليه مع كابتن ماهر همام في السادسه بعد، بس بعد الفاصل. والله كانت فرصه كمان ان انا يمتد بيا الحوار مع كابتن ماهر اثناء الفاصل، والحقيقه يمكن ان كان ليا ان انا انقل حاجه على لسانه طبعا من الكلام اللي احنا قلناه، انه ودي اهم حاجه في المرحله اللي جايه. يعني احنا كنا بنتكلم عن منتخب مصر، على لسان كابتن ماهر منتخب مصر، منتخب مصر ما فيهوش نجوم، النجوم ده هناك في النادي. منتخب مصر في ولاد مصر اللي شايلين علم مصر ولابسين تيشرت منتخب مصر، وده شرف ما بعده شرف. اللي مش هيقدره واللي مش هيحترمه واللي مش هيبذل اقصى ما في وسعه عشان يبقى يستحق الشرف ده، احنا كمصريين مش عايزينه مهما كان هيعمل لنا ومهما كان هيحقق لنا من انجازات ومن بطولات. مرة تانية كابتن ماهر اهلا بيك. اهلا بيك يا في السادسة. الكلام اللي تحت الهواء صعب جدا ان احيطها. ما انا فاهم طبعا، بس لكن في منه عبر وفي دروس بشكل جميل. في منه عبر وفي منه دروس طبعًا لابد طبعًا انها تبقى واضحة امام الجميع. ما فيهاش تنازلات، احنا ممكن نقدم تنازلات، احنا بنحب نجومنا. أيوة. وبنقدرهم وبنحترمهم، لكن لما الامر يبقى متعلق بعلم مصر طبعًا، ما اعتقدش انه في حد طبعًا يستحمل طبعًا انه يبقى فوق العلم طبعًا. كلنا تحت العلم كلنا طبعًا. من اكبر من اول رئيس الدوله بالزبط. لاصغر فرد في الدوله بالزبط. كلنا نحترم هذا العلم ونقدره، وليه جلاله وليه قداسته وليه احترامه، وشرف لاي حد مش في الكوره بس انه يمثل او يرفع علم مصر بره في اي محفل. وبالتالي دي مسؤوليه كبيره لابد انه الناس انها تقدر. طيب هرجع تاني للجهاز الفني. الكابتن ياس سعيد هيحاسب على الفاتوره؟ يعني الراجل دلوقتي استلم الدنيا زي ما انت قلت من ساعه كاس العالم، مفيش حد داوى، مفيش حد لم، ومفيش حد صلح اللي اتكسر. وموقفه في 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 تصفيات كاس العالم مش في احسن احواله، عنده ماتشين صعبين جدا، بقوا صعبين جدا. بالظبط. انا متخيل ماتشين ليبيا دول هيبقوا اسهل ماتشين في المجموعه، بقوا صعبين جدا، ورايح مع جهاز فني جديد. ايه الروشته؟ يعني لو كابتن ماهر بيوطي على كابتن ضيا، ايه اللي تقول له الكابتن ضيا سعيد في المرحله انا دي؟ بقول له بالتوفيق يا ضيا، الامور اختلفت عن الاول. المرحله الاولانيه وانت مع منتخب مصر اكيد اكتسبت حاجات كتير جدا، زادت الخبرات، شغلك في الدوري الممتاز، انت شفت كل اللعيبه، في هيبقى في شفافيه وعداله في التوزيع بشكل كبير، هيبقى ليك دور مهم جدا مع الراجل. زي ما قلت لك يا احمد، المدرب العام هتقع عليه مسؤوليه بشكل كبير جدا. لازم الناس تحس ان في اتحاد كره قوي، ان في خواجه قوي، ان في جهاز معاون قوي، ده هينعكس على الولاد في ادائهم بشكل كبير.
وزي ما قلت لك ان دور ضيا ان هو لازم طبعا هيغذي الراجل بالمعلومات بشكل كبير جدا من ناحيه الخطط، من ناحيه التكتيك، من ناحيه الحاجات المهاريه، الحاجات الفرديه، من ناحيه الجواكر اللي ممكن تلعب في اكثر من مكان، شكل الفرقه، الاسماء بالانجليزي بالعربي، المباريات اللي اتلعبت قبل كده لازم تكون متقطعه واخد بالك وتتعرض على الراجل عشان الراجل يشوفنا في الحاله الدفاعيه شكلنا عامل ازاي، في الحاله الهجوميه شكلنا عامل ازاي، الحاله الفرديه شكلنا عامل ازاي، مين اللعيبه الاساسيه اللي ممكن اقدر اعتمد عليها، الخبرات اللي موجوده في المنتخب اللي تقدر تشيل الفرقه بشكل كبير، ويليهم لعيب الوسط اللي هم بيساعدوا الخبره، ثم الدم الجديد اللي موجود 3 4 لعيبه من المنتخب الاولمبي. يعني ده تكوين الفريق بشكل كبير. فانا بقول لضيا مهمه شاقه جدا لليبيا، دوافعها كتيره جدا، بتلعب على ارضها، رجعت تلعب على ارضها. عندها طبعا مباراتين كسبانه فيهم بست نقاط، معظم لعبتها في شمال افريقيا محترفين، في تونس، في الجزائر، في المغرب، عندهم لعيبه، عندهم في الحته الدوليه دول لاعبين بصراحه محترمين جدا. انا بحبهم جدا. وبعدين كمان بيلعبوا قدام مصر بقى يا احمد طبعا. لا وعنده الدافع ده، انت لو كسبت مصر بالظبط هيمشي، عندك فرصه انك انت الحاجه الثانيه كمان يعني خد بالك فنيا بيكسبوا بره ملعبهم. ودي كمان جديده على منتخب ليبيا. مش في ملعبه بس، ده كسب بره ملعبه كمان، يعني هو قادر يكسب بره ملعبه. فالناس تقول لك هنستنى انجولا وهنستنى الجابون، لا احنا المباراتين دول اللي هيخلص على الثاني فيهم مبروك عليه، راح لكاس العالم. فنتمنى طبعا ان مصر زي ما قلت لك ضيا و كروش المدير الفني بسرعه يا احمد. ليه؟ كل يوم بيعدي عليك بيفرق. كل ساعه بتعدي عليك بتفرق، لان مفيش وقت. زي ما قلت لك انا لو عندي درايه ناخد الجهاز الفني واروح اشوف المباراه الحبيه اللي هنا اللي فيها لعيبه منتخب مصر، اتابعها المباراه الحبيه اللي هنا، واتكلم على الاجهزه الفنيه، يا جماعه انا عايزكم تزودوا لي الحته دي، زودوا، مش عيب. كابتن جوادي الله يرحمه على اللونج تيرم بقى، طبعًا على المدى الطويل يعني المدى البعيد. كابتن جوادي الله يرحمه كان بيعمل كده لحد ما يجي لي كل الحته دي، زادت حته بدنيه، حته تكتيكيه، حته فنيه، لان انا هشتغل تكتيك بس ما عنديش وقت، معسكر 3 4 ايام وهلعب مباراه. صحيح. فمهم جدا، انا مشفق على جهاز المعاون ومشفق على الاداره الفنيه، وده حالكم بقى. مصر كبيره جدا واكبر من اي حاجه، فاحنا محتاجين نتعب، قلبك يوجعك يا احمد، تعرق كتير جدا، تسن على اسنانك عشان اقدر اقطع بالمباراتين دول لبر الامان، لان المباراتين في منتهى الصعوبه. ليبيا ما بتخافش من حد. رساله للعيبه يا كابتن ماهر. رساله للعيبه يا جماعه، مصر بقى زي ما انت قلت كده احمد، اكبر شيء في الكون مصر تيشيرت المنتخب، وبعدين لعيب الدوري ده محفور في ذهن الجماهير المصريه. يعني لسه الجماهير فاكره الكابتن محمود الخطيب، علي ابو جريشه، علي خليل، حسن شحاته، مصطفى عبده، النجوم اللي خدها بدكرامي، النجوم اللي هي ما زالت ما جاتش من 25 سنه فاتوا ولا 25 سنه جايين، فاحنا هنفتكركم. ابو تريكه، يعني في نجوم مفحوره في طبعًا تاريخ طبعًا الشعب المصري، فنرجو منهم وحسن وشوقي وزيدان بالظبط، ينسى بقى اللي جاي من الابيض، ينسى اللي جاي من الاحمر، ينسى الألوان اللي جاي من المنتخب، ينسى. عايزين نشوف شكل يا جماعه، لان كنتوا جيل مصنف وجيل موهوب، ما ينفعش تبقى دي نتائجكم. قادرين نوصل كاس العالم ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا هفكرك ان شاء الله ان احنا قادرين باذن الله بهذه المجموعه ان شاء الله. الاصعب لسه جاي يعني. لكن بس خلينا خطوه بخطوه ونعدي بس المطب الصعب اللي حطينا نفسنا فيه. المواجهه الجايه مع ليبيا ذهابا وايابا هتحدد بشكل كبير جدا فرصنا في تصدر المجموعه، وده هدف المرحله يا كابتن ماهر. ان شاء الله باذن الله كابتن، نورت وشرفت. شكرا كابتن احمد، وان شاء الله نتقابل في احتفال النادي الاهلي بالنجمه العاشره يوم الثلاثاء ان شاء الله. طبعا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ونكرم نجومنا ونبارك لهم على انجاز تاريخي، طبعا نجمه العاشره في تاريخ الاهلي والنجمتين للجيل ده على وجه التحديد في بطولتين او نسختين متتاليتين، وان شاء الله امل كبير انه الثالثه كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نورت الدنيا يا كابتن ماهر، بشكرك على وجودك معانا، استمتعنا بيك طبعا وبحوارك وبخبرتك الكبيره جدا مع كره القدم. بشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله نقابلكم بقى على خير في حلقه جديده من السادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.